السلام عليكم، يعطيكم العافية شركائنا، وإن شاء الله تكونوا دائما بخير. هذا المسج عم سجله هو رقم 4، هدفه الأساسي التركيز على مفهوم COI. مفهوم COI هو شيء عميق جدا ومهم جدا للمشتركين معنا بالعمل، والشخص الجديد لما يدرك معنى COI ويفهم معناه ويطبقه صح 100% حيقدر يعمل شيء كتير كبير بالبداية، ونتائج سريعة بشكل لا يوصف. كلمة COI كتير من الناس سمعانتها معنى بالشغل، مو كتير، حتى الكل سمعان بكلمة COI، لكن سماعهم بكلمة COI مو بالضرورة أبدا أنه هنن يكونوا فهمانين تفاصيل COI أو شو معنى COI. لحتى نوصل مفهوم COI بالشكل الصحيح 100%، أول شيء خلينا نشوف من وين بيجي مفهوم COI. مفهوم COI بيجي من موضوع دوائر التأثير المباشر، اللي هو خلينا نقول من الناس الثقة، هو فرع من أفرع الثقة. الثقة تتفرع إلى 4 أفرع بحياتنا. كل إنسان على وجه الأرض عنده بحياته أشخاص ثقات. هدول الناس الثقات ينقسموا لأربع أقسام، لح أحكي لكم عن قسم منهم حتى تعرفوا مين هنن COI، مين هنن دوائر التأثير المباشرة. أول قسم من الثقات هنن الأشخاص الثقات الداعمين. مين هنن هدول الأشخاص الثقات الداعمين؟ هنن بكل بساطة أشخاص بيكونوا عادة أكبر منا بالعمر، ممكن يكون جدي، ممكن يكون ستي، ممكن يكون والدي، ممكن يكون عمي، ممكن يكون خالي، ممكن صديق والدي. هو شخص كبير بالعمر، بيعتبرني مثل ابنه، بيتمنى لي الخير، بيشوف حاله فيني، بيحب انه يشوفني شخص ناجح، فهو دائما بيحب انه يدعمني ويوقف جنبي بالكلام وبالمصاري وبكتير امور. على سبيل المثال، ممكن اني انا اكون مثلا طالب جامعة ووقف الدراسة، فممكن صديق والدي او عمي او خالي مثلا يجي يحكوني مروان انت ليش وقف الدراسة؟ ممكن احكي لهم انه والله الكتب غالية او مصاريف الجامعة غالية وانا ما عم بقدر، فبيجي بيقول لي مروان شو بيلزمك كل شهر؟ هاي مصاري، المهم انك انت تكمل دراستك. هو لما عم يعمل هيك ما عم يستثمر فيني، ما هدفه يربح مصاري، هدفه يفرح فيني مثل ما بيقولوا. لما انا مثلا بدي اتزوج، ممكن انه انا بكون بدي استأجر بيت، وضعي المادي مثلا سيء، فبتجي ستي بتقلي مروان انت ليش لهلأ ما تزوجت؟ بيجي بحكي لها والله انه موضوع اجار البيت مو متوفر معي، بتقلي خلص اتكل على الله وانا بدفع لك اجار البيت 3 شهور لقدام. فدائما بحياتنا نحن في اشخاص ثقات بيحبوا يدعمونا. هدول الأشخاص مو ممنوع إنه نحن نسجلهم بكيونيت، ممكن نسجلهم، وهذا الشيء لازم يكون نابع من رغبة شخصية. يعني الأبلاين ما بيجي يجبرني بيقلي سجل ستك أو سجل أبوك أو سجل جدك، اللي هن مثلا كبار بالعمر وما حيشتغلوا. هدول الأشخاص أنا برغبة مني ممكن إني سجل 2 منهم يدخلوا معي بالبداية فقط لأجل يدعموني. يعني بكل بساطة أنا سجلت 6 أمي و6 أبي، وسجلت ناس كبار معنا بالعيلة. كيف سجلوا؟ بكل بساطة، ستي انت بتحبيني؟ طبعا انا بحبك. بتتمني تشوفيني احسن الناس؟ طبعا انا بتمنى اشوفك احسن الناس. اذا انت هيك امني المبلغ الفلاني، انا بدي اياك تكوني دعم الي بشغلي. هي حتدفع مصاري لتدخل بالشغل، مو لأجل تربح مصاري ولا لأجل تغير حياتي. يعني تخيل انت تجي تقول لستك او لجدك والله انت ما حلمك تركب لامبرجيني، حيضحك، ما حيعرف شو هي اللامبرجيني. هو حيدخل بالشغل فقط لدعمك انت. هذا اول قسم من الثقات. القسم الثاني من الثقات اشخاص اثق بهم ويثق بي من ناحية الامانة، يعني بيأمنوا فيني انه انا ما بكذب عليهم، انه انا ما بسرقهم، ما في نوايا خبيثة مني اتجاههم، وهن نفس الشيء انا بوثق فيهم انه هن بيبادلوني نفس الشيء. لكن الفرع الثاني من الثقات هن اشخاص اتأثر بهم، اثق بهم ويثقون بي، لكن انا اتأثر بهم، انا بشوفهم بالعين الكبيرة، تمام؟ يمكن لانه معهم مصاري اكثر مني، يمكن لأنه دارسين أكثر مني، يمكن الحالة الاجتماعية والعلاقات عندهم أكثر، فأنا بشوفهم بالعين الكبيرة، بستشيرهم لما بكون مارق بظروف صعبة، وهن دائماً بينصحوني وبيدلوني، وهن بيعتبروني مثل ابنهم أو مثل أخوهم الصغير، فبيعتبروني مو صاحب تجربة، تمام؟ شخص ما عنده تجربة بالحياة. فهدول الأشخاص من الخطأ أنه نحن نبدأ معهم. يعني تخيل انت تجي تقول لشخص انت بتشوفه بالعين الكبيرة
وهو دائما بيوجه لك النصائح وبيرشدك، تيجي تحكي له انا بدي غير لك حياتك، هو يمكن ما يقول لك اياها بشكل مباشر، بس بينه وبين حاله حيقول هذا انا طول عمري بعلمه وبربيه، وين جاي بين يوم وليله يحكيني انا بدي غير لك حياتك؟ رح يعتقد انه انت يمكن يكون مضحوك عليك، حيزعل عليك، يمكن يجي لعرض المشروع مو لاجل انه هو يدخل بالشغل، يجي لحتى يشوف شو هذا الخطا اللي انت واقع فيه لحتى يطلعك منه. فهون بهي الطريقه حيكون الشخص ما حيسمع كلامك. لما بده يجي على الموعد انت حتيجي تقول له في مجال ما تتاخر، يعني هيك مو ظابطه، تخيل انه خالي في مجال ما تتاخر. لما حيجي على عرض المشروع حيجي مو لاجل يفهم الشغل، مو لاجل يعرف شو بده يشتغل، ليكتشف الاخطاء اللي انت مو منتبه لها، لانه هو ما بيثق بعقليتك 100% انك انت بتقدر تختار الشغل الصحيح. تمام؟ ف بالنسبة للشخص هاد اللي أنا بتأثر فيه 90% ما بيسجل، وأنا كشخص جديد بالعمل لما أدعي شخص على الشغل وما يسجل وأنا بتأثر فيه، وكونه هو جاي مو بعقلية إنه ناوي يكون معي، يعني خلينا نقول حيطلع فلسفاته بالحياة علي، فأنا طبعا حأحبط وحأتضايق وحأقول ليش هيك صار. وأنا الشيء اللي بخليني أصلا بالبداية أروح لهدول الناس هي قلة خبرتي، لأنه أنا مو ماشي بالشكل الصحيح، معتقد أنه هذا العمل بده الشخص اللي حربوه أو اللي فهمان الحياة صح، أو اللي عنده علاقات، أو اللي معه مصاري، أو اللي بيعرف يحكي وبيفهم بالإنترنت، فلذلك أنا رحت لهذا الشخص واخترته. هذا الشخص 99% ما بيسجل، إذا سجل حيسجل لأنه اقتنع بالفكرة مو لأنه أنت جبت له إياها، يعني حيركز بالشرح، وهذا قسم نادر حيكون منهم. لما يشوف الشغل ويفهمه وينبهر فيه حيدخل بالشغل مو لأنه بيوثق فيك، مو لأنه بيتأثر فيك، لأنه اقتنع بالفكرة أنه لقاها فكرة تجارية ناجحة. لما بيدخل بالشغل بيحضر الدورة التدريبية، ببلش يسمع بالتدريب انه هو لازم يفرخ كأسه لك، هو لازم يتعلم منك. هاي الصدمة حتكون بالنسبة له انه حيقول انه انا بدي اتعلم من فلان، ما انا طول عمري مربيه، طول عمري بعلمه، وما بتزبط معه، ما بيركب عقله على موضوع انه هو يتعلم منك. فبتلاقي شوي شوي التزامه بلش يخف، بلش يقولوا له انت لازم تقول لفلان استاذ، طلع هيك وين هذا، يعني انا طول عمري بفهمه كيف يمشي بالحياة، شلون هلا بدي اقول له استاذ، شلون هو بده يصير ابلايني. فلذلك حيبلش شوي شوي يقل التزامه، يقل تجاوبه، فانت حتستغرب تقول ليش هيك صار. لما بدك تحاكيه ما حتقدر تحاكيه بقوة، بالعكس حتكون بعقلية انه من بعد اذنك في مجال تلتزم بالتدريب، من بعد اذنك في مجال تيجي على الميتينج، وهذا الشيء حيخلي هذا الشخص ابدا ما يستمر. فالخيار الثاني من السقاط هن الاشخاص نتاثر بهم، هدول الاشخاص ما بيسجلوا والاغلب بيعطونا احباط، وخلينا نقول انه اذا سجلوا ما بيستمروا لانه ما بيمتلك مفهوم القياده عليهم، وعملنا يعتمد على القياده. القسم الثالث من السقاط هن الاشخاص بثق فيهم وبيثقوا فيني من ناحية الأمانة ومن ناحية المصداقية، وأنه أنا ما بكذب عليهم وما بغشهم، وخلينا نقول مستوى التأثير متساوي بيني وبينهم، يعني دائما بأي قصة ممكن تصير معنا الأقوى هو اللي بيأثر على الثاني، كل واحد فينا بيثق بالثاني لدرجة أنه لما يشوف الثاني أقوى منه بالموضوع خلص بيمشي معه. فهذا الشخص موجود بحياتنا اللي هو بيصير عنده مشاكل بحياته بيستشيرنا وبيحكي لنا أسراره، بيصير عندنا مشاكل بنستشيره وبنحكي له أسرارنا، متساوية العلاقة بيناتنا بمستوى التأثير. لما أجي بالنيتورك وأجي أنا قوي وأنا واثق وأنا متأكد شو عم بعمل، هون بيمشي معي وبيمشي وراي وبيسجل معي، بيتأثر فيني بقوتي بالموقف اللي أنا جاي فيه. أوكي؟ هدول الأشخاص لا بأس من أنه نحن نسجلهم. النقطة رقم 4، الأشخاص السقاط اللي بثق فيهم وبيثقوا فيني، وهدول الأشخاص بيتأثروا فيني، بيثقوا بعقليتي، تمام؟ بيمشوا معي على العمياني. هدول الأشخاص نحن كأشخاص جدد منوقع بخطأ أحياناً أنه منستثنيهم، منبتعد عنهم. شو السبب؟ منعتقد أنه هنا ما بيعرفوا، منعتقد أنه نحن هدونا دائماً نحن اللي منعلمهم ونحن اللي منفهمهم، فخلص هدونا نحن بدنا حدا أزكى من هيك، نحن بدنا حدا أفهم من هيك يمشي تجارة القرن 21 النيتورك ماركتينج، يعني بيكبر الموضوع.
هذا الشيء بيخليك تبتعد عن هدول الأشخاص، لكن فعلياً هن هدول الأشخاص هن الأشخاص المناسبين تماماً ليكونوا شركائك بالعمل. هدول الأشخاص بيحبوا يكونوا معك، مستعدين إنه أنت تقودهم، بيستعدين يسمعوا كلمتك خلينا نقول. فبكل بساطة من البداية بالعمل لما بتتصل فيه بتحكي له مرحبا كيفك شو أخبارك أنا داخل بعمل رائع جدا واخترتك لتكون شريكي، حياخد الموضوع بفرحة أنه يا الله أنا حشارك فلان، أنا حاشتغل مع فلان، وهذا الشيء كتير حلو بالنسبة إلي. تمام؟ لما تتابعه بموضوع تأمين المبلغ وممكن هذا المبلغ يتعسر معه، حتجي تحاكي كلمتين بقوة بدون مجاملات، حيتأثر وحيأمن المبلغ وحيكون معك بالشغل. هذا الشخص يدخل بالعمل لأجلك أنت ويستمر لأنك أنت موجود بالعمل. هدول الأشخاص اللي أنت بتقدر تبني معهم إمبراطورية تسويق شبكي بكل معنى الكلمة تصل لكل أنحاء العالم. سيستم COI والشغل على دوائر التأثير المباشر اللي أنا حكيت لكم عليه هو أكثر شيء بالنيتورك ماركتينج قابل للاستنساخ، لأنه لا يوجد شخص على وجه الأرض ما عنده أشخاص بيتأثروا فيه وبيمشوا معه. أهم نقطة على الإطلاق لا تشتغل صح على COI هو مفهوم أنك أنت بالأساس تكون قوي وتكون واثق من نفسك وتكون ما عم تسجل الشخص لمجرد انك تعمل تسجيل. لا، انت تنظر للموضوع انك بدك تبني مؤسسة عملاقة، فمين بيستحق انه يكون بيمينك بهي المؤسسة، مين بيستحق يكون بيسارك، مين بيستحق الشبكة الضخمة اللي انت بدك تبنيها يكونوا بأول الشبكة. انا بالنسبة لي اخترت اعز شخص على قلبي الاستاذ ماهر، واعز شخص على قلبي الاستاذ محمد عمي وابن عمتي، واخترت اهلي امي ابي ستي. هذا الشيء سجلت اشخاص من الداعمين ومن دوائر التأثير. الداعمين ضمنت لهم وكالات ببداية الشجرة انه وكالاتهم تربح بالمستقبل، والأشخاص الدوائر التأثير هن اللي بنيت معهم الشبكة الكبيرة اللي انتشرت بأكثر من مكان بالعالم. عادة دوائر التأثير مين ممكن يكونوا؟ ممكن يكون أخوك وأعز صديق عندك، ممكن يكون أختك وأعز صديق عندك، ممكن يكون ابن عمك ورفيقك، ممكن يكون زوجتك. وطبعا هون زوجتك يعني هي أكثر حدا لازم تكون COI بالنسبة إلك، فغلط كبير إنك أنت تستبعدها، فلازم تكون زوجتك معك بالشغل. وأنت بالنسبة إلك إذا كان زوجك بيشاركك بجلي الصحون أو مثلا بيساعدك بتنظيف البيت فهو معناها ممكن يكون COI إلك فلازم تسجلي، أو ممكن يكون متزوج عليك واحدة تانية وعم يرتب الأمور ويجملها، أنت أدرى بالموضوع. لكن من النادر جداً انه الاب يكون COI. الاب ما حيكون COI. الاب كلنا بنعرف دائما قد ما كبروا اولاده بيضل بيشوفهم اغبياء، يعني الا الاب بيشوف ابنه بيفهم بس يصير معه مصاري، يعني بس يصير معك مصاري كتير الاب بيصير بيشوفك بتفهم، اما غير هيك لا. الام هي دائما بينه وبين حالها بتعتقد انه بالفعل اولادي ما بيفهموا، بس العاطفة بتغلبها بتتفائل فيهم. يعني ممكن الام تمشي مع اولادها على العاطفة على حب الدعم لهم، فالاب ما بيكون COI عادة. الفكرة باختصار مفهوم COI مفهوم قابل للاستنساخ، مفهوم بيعمل نتائج ضخمة، بيخليك توصل لمرحلة الاشخاص اللي حكينا عنهم انه هن نحن نتأثر بهم، اللي قلنا بالبداية لازم ما نبلش معهم، حتى هدون حيتحولوا من أشخاص نتأثر بهم لأشخاص نؤثر بهم بالمستقبل لما نشتغل على COI صح. لما تبلش مع دوائر التأثير اللي بتمشي معك على العمياني وتشتغل انت وياهم وتعمل نتائج، لربما الأشخاص هدينك اللي انت بتتأثر فيهم يقولوا هذا شو عم بيخبص، هذا شو عم يعمل، ويستغربوا انك انت ما حكيتهم ما استشرتهم. لكن بعدين لما تعمل أرباح أكبر بكتير من اللي هن عم يحققوها، لما تحصل مكانة اجتماعية بهذا العمل أكبر بكتير من أي مكانة اجتماعية هن حصلوها،
لما يشوفوا العز والنجاح والمؤتمرات والاستيجات والسفرات اللي انت عم تعملها والسيارات والبيوت، حيجوا هن لعندك ويكونوا اكبر دوائر تأثير بالنسبة لك، وحيقولوا لك نحن بدنا ندخل معك بالشغل. ففي قاعدة بتقلك كل شيء بوقته حلو. حتى الوالد اللي بيشوف الولد غبي لما يشوفه ربح وعمل نتائج حيجي لعند ابنه ويقول له انا بدي سجل معك. فلا تغلط بالبداية، تبلش مع اللي بتتأثر فيهم، بلش مع اللي بتأثر فيهم، وبالمستقبل اللي بتتأثر فيهم حيتأثروا فيك تحصيل حاصل. لأنه أنا بوعدك وعد، لما تعطي معلومة وأنت مفلس ما حدا حيسمعها لو كانت صحيحة، بس لما تعطي معلومة وأنت معك مصاري الكل حيسمعها والكل حيمشي عليها. هذا الفيديو يمكن أطول فيديو سجلته، مستمتع جدا بإني عم بحكي عن مفهوم COI، لأنه بصراحة هذا المفهوم هو كلمة السر اللي بتخليك تبني إمبراطورية تسويق شبكي بآلية بسيطة جدا جدا. فلذلك هذا الفيديو حكون حريص عليه إنه يكون برايفت، يعني انه ما يكون للعوام، وكل الفيديوهات اللي عم ننزلها عم تكون هيك. الله يوفقكم يا رب، بدنا نشوف هذا المفهوم عم يكبر ويتضاعف بالتيم، وان شاء الله يا رب من نتائج اعلى لنتائج اعلى وهكذا. السلام عليكم.